يعني هذا مباشر للجماهير الان حدا المدرسه. تحياتي لكم. كاين ود الشير احترموكم. نصف النهائي حنا تنحسبوه نهائي اول حاجه. هذه ديما المباريات ديالنا تنحسبوهم نهائيين ياك. وفي هذه اللحظه هذه جمهور السوسي ان شاء الله غادي يجي بزايد وغادي يشوفوا ذوك اللي تيقولوا عباده وتيقولوا هذه الرجاء كذا. هذه غادي يشوفوا اليوم الجمهور تاع الحسنيه وديما ريد ريفز واخا لابس. هذه ان شاء الله تنطبقوا نتيجه ايجابيه تربح الحسنيه ان شاء الله في 3-0 ولا 3-1. المهم التعاون. حنا جينا من طنجه باش نجيبوا كاليفي ان شاء الله. وديما حسة تروي مين تانو تروي مين تانو بور بور يا من بكري علي علي جيبوها يا الاولاد علي علي وين عز البلاد ان شاء الله. كنتمناو للحسنية انتصار 2-0 ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كاينه واحد المقابلة اللي هي مهمة بالنسبة للحسنية تكادير. واحد المقابلة اللي هي تاريخية نتمنى ان شاء الله تكون يكون الحظ. يعني كيف كيعرف الجميع ان 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 مباراة يعني كأس العرش كيكون فيها الحظ اكثر من 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 اشياء الاشياء التقنية. نتمنى ان شاء الله تكون الحسنية يعني تلعب واحد المقابلة كبيرة كيف هي يعني كيف كتلعب ديما. فكما قلنا هذا الماتش يعني تاريخي. نتمنى ان شاء الله التأهل يعني للنهاية باش تزيد الحسنية واحد اللقب اللي ناقصها سميتو في الخزينة ديالها. وكيف كيف شوف يعني الجميع كاين واحد الجمهور كبير اللي جا من جميع انحاء المغرب وان شاء الله غادي تكون واحد المقابله كبيره وغيكون تاهل ان شاء الله. وضروري ان شاء الله باش هذا الجمهور هذا نتمناو يمشيو لجده ان شاء الله وتكون واحد النتيجه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله المباراه ديالنا واحد ديالنا ان شاء الله مباراه ديما حسا ان شاء الله ديما حسا ديما حسا ان شاء الله. الله يحفظكم. يعني كيفاش كتوقع المباراه؟ المباراه ان شاء الله لا لعبه زوينين ان شاء الله. الى ربح هذا الماتش هذا راه مزيان ليها ان شاء الله. نمشيو ان شاء الله الى ربح هذا الماتش نمشيو لوجده اتمنى فرقه اتحاد البيضاوي ومبروك اليوم حتى هما. السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله الفوز للحسنيه تكادير. السنه تمسويتين لقدام الوالو ان شاء الله نزلين ان شاء الله الفينال لقب بيكا والحسنيه ان شاء الله العام هذا ان شاء الله. الجمهور يشكى دمازك تكادير بن سرقا وتيزنيت محمديه الدار البيضاء الطاليان كل الشلوح غلا كله مزيغ غلا الكامل تنمير ان شاء الله الربح ان شاء الله الحسنيه غصاد ان شاء الله. تشجيعات من البدايه ان شاء الله لنهايه الدراري علي ديما حسنين. علي ان شاء الله. نبغيو بعدا نوجهوا تحيه كبيره للجماهير اللي حضرت هنايا جماهير الحسنيه. حقاش عبرت على الحب ديالها للحسنيه وعبرت على ان الحسنيه ماشي مجرد فريق لانها عائله. وكنلاحظوا بلي ما كاين لا صداع لا شغب لا حتى شي حاجه كيظل كيبين على الروح الرياضيه ديال الحسنيه. وكنبغيو نقولوا ان شاء الله رابحين هنا ولقاؤنا في وجده ان شاء الله وديما حسنيه وصح. وفد للجماهير قادمه من اكادير. يعني كانت اليوم كل الطرق تؤدي الى مراكش. انا هذه الحافلات خاصه بالجماهير الجماهير اللي تكبدت العناء السفر وجات هنا لمراكش. يعني تنقل تاريخي لجماهير حسنيه اكادير وايضا حتى الجماهير التطوانيه. جينا من اجل ندو هي ان شاء الله من هنا من ديما حسنيه من مراكش وديما حسنيه.
نستنى له تكون صعيبة، لكن تدري تقاتلوا، لكن دير خاطر من تقاتلوا، وديما حسنة وديما زملاء. كبير لمراكش. جمال لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.